العنبر بيزف ويرف من النظافة. البركة بقى في عم حافظ، تسلم إيده. نورت الدنيا يا غالي، اتفضل. اتفضل يا غريب، دي خطوة عزيزة. غريب واتفضل، وكمان من غير أمن ولا حيوي. ارجعوا ارجعوا ورا يا حبايبي. ايه الحكاية يا عم مال؟ دخل علينا بغريب ليه؟ هو انت نسيت النظام؟ معلش يا بياضة، ده صاحبي الروح بالروح. صاحبي وصاحبك على القهوة يا حبيب، ما تجيبهوش هنا. ولا انت عايز يحصل لنا زي اللي حصل لفوفة؟ فوفة؟ دي تبقى مين؟ واحدة صاحبتي ما تعرفهاش. كانت عايشة في مزرعة كبيرة والخير مليها، لكن صاحبها مع شغله كتير ما كانش بيعمل إجراءات الأمن الحيوي، والنتيجة بتتخرب. العدوى انتشرت وسط الفراخ عشان ما عملش إجراءات الأمن الحيوي المعروفة، يعني ما فيش نظام. ويطلع إيه بقى النظام ده يا مدام؟ أنا لو سمحت، النظام أنت عارفه يا مال وبتعمله كل يوم. هقول تاني، محدش يدخل المزرعة إلا لو عنده شغل، ولازم يغطس مداسه في حوض المطهر على باب المزرعة، وجوه أوضة الهدوم يغسل إيده بالمية والصابون، وطبعاً يلبس هدوم ومداس المزرعة ويغسل إيده تاني، وآخر حاجة بقى يغطس مداس المزرعة في حوض المطهر قبل ما يدخل عنبرنا. ده كلام كبير قوي. أيوة، يعني من الآخر تاخد صاحبك في إيدك وتطلعوا برا المزرعة، وما فيناش من زعل يا عم مالك، ده أنا كده بحافظ لك على مالك. كده ما كانش العاشم يا مالك. عندك ألف حق يا بياض، أنا اللي غلطان. كل اللي بيشتغل هنا لازم يمشي على النظام، العامل والدكتور وحتى صاحب المزرعة. وديني تاني بأكد عليك، اللي ملوش شغل هنا ما يجيش أصلا عندنا. تمام. الأمن الحيوي صحة وسلام، يعني مكسب عال ومشروع شغال.